بسمع شرب الميه الكتير. طبعا الميه دي هي رمانه الميزان بتاعه الخسانه، هتخسي بصحه بدل ما يبقى وشك باهت، بدل ما يبقى كل حاجه الشعر بيتكسر، يعني الجسم من جوه بيحتاج ميه، الكلى عاوزه ميه، هتاخد منين لو انت ما بتشربيش؟ نروح بقى للشعر الحلو ده ناخد منه الميه اللي فيه، نروح للبشره الجميله دي ناخد الميه اللي فيها، يبدا الشعر يتكسر، البشره يبدا يبقى فيها حفر، لكن وانس ان انت شربتي ميه الجسم كله حصل له هيدريشن، انا مش محتاج من شعرك حاجه، مش محتاج من بشرتك حاجه. طب والميه اللي انت بتقولي عليها دي، هل الميه دي لازم تكون بس في ازازه المايه اللي انا بشربها، ولا ممكن تتعمل في خلال انا بشرب يانسون وبشرب شاي وبشرب طبعاً. يعني كل الحاجات دي بالظبط ده تعتبر انها مايه؟ بالظبط كده، ممكن تشربي لتر ونص ميه عادي، يعني ميه عاديه لتر ونص دي تقريبا تعمل خمس كوبايات، خمس كوبايات وكوبايه يانسون وكوبايه نعناع، والخيار فيه ميه، الرز نفسه فيه ميه، الرز احنا بيبقى حبوب عاديه بنحط عليه ميه بيتشرب، لما بيدخل الجسم ويجي يتهضم الرز نفسه الميه دي بتتعصر فجسمك بيبقى دخل له ميه ثانيه، فالميه موجوده في كل الاكل اللي احنا بناكله. لان في ناس بتفتكر ان انت لازم تشربي كل العدد الازايز اللي هم بيقولوا مثلا ست ازايز ميه صغيره، وده بيبقى صعب جدا. بصراحه انا بشرب ست ازايز ما شاء الله، ما تقوليش على نفسك خالص، دي نعمه. بس هي بالتمرين، كل حاجه بالتمرين، مراني نفسك النهارده هشرب 3 كوبايات، بكره هشرب 4، بعده هشرب 5، هتلاقي نفسك بقيت بتعطشي. انا بقيت بعطش في الشتاء وده كانت حاجه نادره في الحدوث. طبعا. لا خالص.